يقول السائل: من هم آل البيت وهل ما زالوا موجودين إلى الآن، وما موقف المسلم منهم؟ آل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم زوجاته رضي الله عنهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قرابته وزوجاته رضي الله عنهن، هؤلاء هم أهل البيت المسلمون منهم والصالحون منهم، هم أهل البيت الذين لهم حق الإكرام والاحترام من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم واعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وإنما نعرف لهم قدرهم ونحترمهم لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بأهل البيت. وأما وجودهم، نعم موجودون، إذا من ثبت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت، قرابة الرسول. وهم بنو هاشم، قرابة الرسول هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية بطون قريش هؤلاء لا يكونون من القرابة. نعم.